سن 43 اجتمع مجلس النواب وقرر يلغي الانتداب ويعلن سيادة لبنان واستقلاله كاملين ب 8 تشرين الثاني سن 43 20 الثاني عبيروت بذات اليوم رجع المفوض السامي صار يلوم وزاد اللوم قرر يعطي الحكومة والنواب والمديرين ب 8 تشرين الثاني سنة 43 اجا عسكر الانتداب عسكر اسود مثل الليل حتى قالوا بشارة الخوري رئيس الجمهورية حتى قالوا رياض الصلح رئيس الحكومي واخدوا كامل شمعون وعبد الحامد كرامي سالم دقلو معهم عادل عصيران يا أهل بشمون نحنا جينا عضيعتكن يا ألف أهلا بمير ماجد إرسلان والحبيب أبو شهلا وببشمون رح منألف حكومة اسمع حكومة بشمون نحنا اللي بنحميها كبيرة في العيون وقفوا رجال الشرعية بقلعة رشيا وقالوا حبس للحرية بقلعة رشيا لكن نحنا ما انحبسنا صرنا الدولة نحنا والدولة بدها تقاوم بدها تقاوم بدها تقاوم بدها تقاوم كل واحد بده يقاوم تنرد العدوان ونحرر إرادتنا وكل شبر من لبنان مشوار الحرية أغلى المشاوير طويلة طويلة يا دروب التحرير مشوار الحرية أغلى المشاوير طويلة طويلة يا دروب التحرير مشوار الحرية أغلى المشاوير طويلة طويلة يا دروب التحرير مطارع سري والناس تشرع الابواب لرجال الشرعي وعملوا مراسم جداد وغيروا عالم البلاد عملوا مراسم جداد وغيروا عالم البلاد وعملوا مراسم جداد وغيروا عالم البلاد وعملوا مراسم جداد وغيروا عالم البلاد وعملوا غيروا عالم البلاد وعملوا مراسم جداد وغيروا عالم البلاد عالم جديد يرف ويضوي وبالكرم يطير الطويلة الطويلة يا دروب التحرير مشوار الحرية أغلى المشاوير العالم وقف معنا أحرار وتسمعنا ونحن مظاهرات ومعارك ساحات والمستعمر ما قدر يقمع الحريات وفجأة بتشرين الثاني بيوم 22 تراجع جيش الاستعمار والدنيا شعلت بالنار ورجع الرئيس ورفقاته من رشيا منتصرين ب 22 تشرين سنة 43 يا وطني دايما في
تشرين وملاعب للأطفال. يا وطني دايما في ترور بتطل من شمال. يا وطني دايما في طيور بتطل من شمال. في زمان